الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة موسى عليه السلام بالحمشت حمشاي بارتي وحمشاي كفال كن قتلينا تتقبلنا يا زنبرنا. طبعا موسى عليه السلام سب قتيلو توبة غيرون ربي مغفرة حتيتو رب العالمين كأغفر له، لكن نود جبس إسلا زقتلة بتعمي فريحو أفتي ختمة ندا تحبئين كأس أسكم زنبرة معلتيو. سلا زي حدا معلتي ندا جنا لك أخم تقدم حجي زقات أمو كنا تات كال آيات قات إمو معلتيو السخة أنا إيه تي ودي عدو خفتي ناتو شيعة إسرائيلاوي مالتيو مس حاده ود مصري اندا جنان اندا تبقسي رخيبو مالتيو. سلازو خمون اندا هلوه كم زي قرآن زي قلت ألنا مالتيو الله سبحانه وتعالى انتايلو اب سورة القصص نازلنا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين الومالتيو. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. حج انتاي كوينو مالتيو اتي ام كلتا دا تبا اسون كلو اقات امي لك كم تقد محجزة قات اما مالتيو مسرخبو اتي انتاي لو حق زنيلو مالتيو تود ود اسرائيلاوي حق زنيلو زي قد محجخو مغيرو سميسو حجي خال اي مس حق زن مس بولو قريم هو مالتي يعني تقدم حج سب اي حق زن زبولو مالتي ودعدو ندق انا خال اي حق زن خبلو خلو زي بقى يعني مشكلة زقبر سب مالتي لو صاحب مشاكل يعني كل يوم عندك هوشي لو كل جزء بأس مالتيو كقال خلو لمس بلنتي اسرائيل او مالتيو. فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما انتهى لو مالتي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ماليس كانت قتلني نتي نتي مصري خهر مو مسبلة مالتي دقنا سون تاي لو كم تيت مالز قتل كسب ماليس كان دقنا قتلني دلي خايلو مالتي. سلازي انتهى تردي هو موسى عليه السلام تنها توارع عد ملو سمعوه خمز خونة خمز قتلة ود جبس خمز قتلة تردي هو مالتي. لذلك قال يوم مفسرين كأنتهى لو مالتي يوم يتخم زبلسي يتود عدو إلو يتود إسرائيلاوي إلو كم يجركا يعني بعد المفسرين كم إلو مالتهم أن الذي يتزارا تزارا تزارا نسو كت قتل الندي خان عيكم تمال زقتل كازبولسي تود إسرائيلاوي. لذلك انت إلو إنك لقوي مبين يعني حيالي خيلو. فلما أراد أن يبطش بالذي عدوهما مهنياتو عدو لهما نخلت يوم تسأل أي أم كوقعوا مسبولو مالتهم نخلت يوم إسرائيلاويان موسان اتخال اي مالتيو. فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ تريد الا تكون تريد ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين اللي هو مالتيو. لذي تماليخم الك قتيل كنفسي حجون مباركم زريئة كازلو خصيصها جبار ظالم قتالاي كتكوني حساب كامبري كابتوم مسلحين كابتوم خيرين ياتاتسي كتكوني دلخان. ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به مغنياتو إت إسرائيلاوي نعو إز قتلو زدلي مسيلو ومالتيو كما يجير كخم تقبريلو مليسو ومالتيو. فعرف موسى عليه السلام أن الأمر كل سب كم زفلوتو تردي ومالتيو حادث سب أي عركو بتعمز فوتوز نبر عركو حادث ودي مسيوان موسى عليه السلام تايلو ماتيو كان يحب حب موسى حبا شديدا. فلما اتضح الأمر جاءه هذا الرجل انتايلو متسيو انتايلو متسيو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال وجاء من رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعني ملأ مالتسي إتوم هزبي ويتوم علية القوم هو سبع انت إلوه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك
ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. إلوه أتم هزبسي أتم علية القوم أتم حلفتي تأكبهم وكون على قتلها مكري قبر الله مؤتمر جيروم تأكبهم سلازي كلهم تم كبار القوم زبهالو مالتهم تأكبهم مؤتمر جيروم كمي جرنا كن قتلوا يبلو الله ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وتأهدم يعني نفسها وتساعد حنا نفسها مهنياتو قتلوها يسامع معلو تأكبهم أخي باقيرهم اللو سلازي أنا خ أنا عخس يعني خيري إزدل الكاز معدك كايلو إلو مالتيو أسرع قبل أن يمسك به كو قدم من حازم مالتيو بعد الفرعون ونهاتو وتدرو كتصنح يكلوني بقى خلاص لأنه أصلا فرعون أي فوتوني موسى بتعمي تصلقه جن آسيا نتا سبيتو خبلي حرايلو واسنحي ونبر بني إسرائيل بتاع مثل تسألي نموسى خا أخب بني إسرائيل سرزخونا يتسألو أيو أي فوتوني أساسا كان مجمري مع التزموتو أي فوتوني يعني ولاتهم هزبي دك قبتون أي فوتوني ولا نعو ولا نهتم كلهم إسرائيلاويان سلازي من آل فرعون زبلو كلهم يسأل أمي فكانوا يبغضونه فجاءت الفرصة يعني حج عد الرخيبة مالت يوم متفيتو عد الرخيبة قلعوا قال عخل الله خطفوا وزي قالوا حج مسعبيو خطفوا عد الرخيبة مالت يوم أول فرصة تآمر عليه ليتخلصوا منه يعني مجمر عد الزمت أتهم انتاجيرهم تأكبهم نخطفوا أمي مالت يوم نخطفوا وس مهزوم أخي باجيرهم يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين له فخرج منها خائفا يترقب تاجيرو مالتيو موسى عليه السلام قوم له زعركم اسمع مس مس فق مس معادو مالتيو وتا انا زي كي قتلو خا تاكيبهم سلا زلو قتلو خايلهم وتا كابزي يلو مالتي فخرج منها خائفا يترقب ندا فرحه جلس جلس ندا بلا خوت خفت عدي وسينو مالتي قال ربي نجني من القوم الظالمين كل جزء طبعا انبياء ولا مؤمن زخونه سب كل جزء مجمر وجهنا هاتو زخون ناب ربي إيش قال ربي حق زني لي إزلمن لأنه ربي أحق جازئه ربي أردائه ربي كل نجرز قبره اللي مالتي وقال ربي نجين من القوم الظالم ولا يهدم ده أمبر ربي ده زي حفيزك وقت حفز له زي تخل مجمل راس قبره دعاء غيره مالتي ربي حفزنا يقيله فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وهداه السبيل يعني الله سبحانه وتعالى اتينا هاتو دعاء تقبلوه من قدي أرئوه خمز وطس حبيره مالتي الله سبحانه وتعالى خرج في الصحراء يعني ناب صحراء وطس يخيدو مالتي ما يبلو اخليه بلو سنك يبلو ولا حنت زي بلو كمزا بزاز نبرا مالتي بزن تخدين ونز نبرا نفسو تراحيزو وطس مالتي ناب صحراء منم زي بلو ولا دابة يبلو انسسا فرس يبلو ولا جمل يبلو ولا حنت بأجرو مالتي من قد أي فلت قشو مالتي وطيو ناب صحراء وطيو بتي النيل غيرو مالتي نابي كيدو بأجرو ناب فلسطين ماشيا على رجليه بأجرو كله يعني حتى تقطعت نعاله شاما غيرو وزنبري سقاب زباتا تخوينو مالتي فأكمل المسير حافيا عليه السلام تراي يقولو زخل من قد حسبه أمو أب صحراء أمو أب صحي جس صحراء بعال قبتس ريخو مو تخوني أخم يعني أما عالتي قطرسي كما يتحوسي يترسنس يقعط لك سبحان الله ونكون رأي إجرخا ولا سأني جيركا خماني أي تغمك كان مالتي لأنه حتى تسأني جيركا خمان مقدس لزلو بتأعميو أشجاري مالتي ونسوق المسكيناي يعني ما يبلو أخليه بلو قليه بلو وجي مالتي إذا كل من قدي سحرا بسحرا من قد غيرو مالتي نبع الفلسطين بشام سنتيقونا وخيد مالتي وكان يأكل ورق الشجر يعني مقبية بلو انتال أخبلع ورقتنا يقوم لا يقوص لزرخو بيبلع مماتي حتى وصل مدين مدين زبها البوتا بس يحو مالتي مدين كأت تذكرون نحركونكم ناي نبي الله شعيب عليه السلام عد مالتي أب أردني لنا قريش نيرنا نبي الله شعيب عليه السلام وكان شعيب قد عمر يعني طبعا شعيب عليه السلام بزح عمتات تقميتو نبيرو مالتيو ناي قدم انبياتات كأت طبعا اعمارهم نويح واناتهم تصنحو نيرهم ولذلك موسى خمت كله شعيب غانا اي موت نيرو بهوت نيرو جن عبي مالتيو اريغو عبي نيرو نوح ما وانت نبيرو وعاش في ذلك الوقت فوصل الى مدين في زمن شعيب عليه السلام وهذا بعد تدمير قرية قوم شعيب اصحاب الايكا اصحاب الايكا توم ام زامن زنبورو شجرة زعبد زنبورو نعاتهم مش رب العالمين اطفي اوام بملؤم الساتهم يوم تم قوم الصم سلازي دحري ام جن تقميت ام توم صالحين مؤمنين زنبورو كابناي شعيب فاميلي
ዝርይኡ እንተ ሙእሚኒን ዝነበሩ ተቐሚጦም ማለት እዮም ኣብቲ ዓዲ። ስለዚ ኣብ መድየን ዝበሃል በፂሑ ማለት እዩ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም። ወለማ ወረደ መድየን ወጀደ ዓለይሂ ኡመቱ ምን ናስ የስቁነ ወወጀደ ምን ዱንህም እምራአታኒ ተዝውዳን ቃለ ማ ኸጥቡኩማ ቃለተ ላ ነስቂ ሓታ የስድሩ ረዓኡ ወአቡና ሸይኹን ከቢር። ሕጂ ኣብ ምስ በፅሐ ኣብ መድየን ምስ በፅሐ ማለት እዩ ብዙሓት ህዝቢ ኸልቂ ረኺቡ ማለት እዩ። እሶም ከዓ እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ማይ የስትዩ እቶም ሩዓት ማለት ሲ እቶም ሓረስቶት ኣይኮነ እንታይ ዝበሃል እትኦም እንስሳ ዝሕሉ ሩዓት ማለት እትኦም ሓለውቲ ጣል ሓለውቲ እንስሳ ንሳቶም ኣብኡ ማይ የስትዩ ነይሮም ማለት እዮም። ንእንስሶኦም ኩላቶም በትን በትን መፂኦም ተኣኪቦም ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ሰብ ከዓ ነይሩ ማለት እዩ። ኩሉ ዋሕድ ነናቱ እንስሳ ማይ የስትየን ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ይገብሩ ነይሮም? እቲ ማይ ኣብ ከምዚ ጥስቲ ዓይነት ዝመስል ሐውድ ዓብዪ ኣብኡ የስት የቐምጥዎ ነቶም እንስሳ ንበይኖም ሰትይዎ ይገብሩሎም። ነቲ ሰብ መፂኡ ዝሓለፈ ዘለዉ ከዓ ንበይኑ ካልእ ሐውድ ይገብሩሉ ማለት እዩ። ያዕኒ ንበይኑ ነንበይኑ ናይ ሰብ ንበይኑ ናይ እንስሳ ንበይኑ ገይሮም ኩሉ ሰብ ካብኡ ማይ ይሰቲ ነይሩ። ጠብዓ ኣብ ሳሕራ ክኸውን ከሎ ማይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታ ጠብዓ ጠቢዓት ልሓል። ላኪን ኣብ ሳሕራ ከዓ ሂወት እዩ በቃ ፀሓይ ስለ ዘሎ ሃሩር ስለ ዘሎ ማይ እንድሕር ዘይረኪቡ ብጣዕሚ ነፍሱ ይደረቕ ቀልጢፉ ማለት እዩ። ፈወጀዳ ኣብቲ ማይ ዘስትዩ ሰባት ከዓ እንታይ ይርእዩ ማለት እዩ? ክልተ ደቂ ኣንስትዮስ እተን ኣጣለንሲ እተን ኣባጊዕ ኣጣል የፀግዐአን ከምቶም ካልኦት ሲ መፅአን ተዳፋፊአን ናብኡ ኣይኣትዋን ነይረን። ፅግዕግዕ ይብላ ንፀግዕ ናፍቲ ይፅግዓ ነይረን ማለት እየን። ድሓር ገሪምዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩላቶም ተዳፊኦም ማይ እንዳስተዩ ንሰን ግን ክልቲአን ነተን እንስሳ የርሕቀአን ማለት እዩ። እንታይ እን ኮይነ እንዳ ኢሉ ገሪምዎ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም። እዘን ኣንስቲ ኩሎም እንዳተፀቃቀጡ ንሳተን ግን ንምንታይ እን ዘይብላ ኢለን ለካ እዚኣተን ኣብኡ ኣንስቲ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና እቲ ፀቅጥ ምስ ተመሰብኡት ፀሊአን ማለት እዩ ይፅበያ ነይረን። ነተና ጣል ነተና ባጊዕ ርሕቀአን ኩሎም ስጋ ብዝውድኡ ማለት እዮም። ምስ ወድኡ ከይደን ነቶም ናተና ጣል ድማ ንኸስትያ ማለት እዩ ይፅበያ ነይረን። ስለዚ ምስ ኣተወ ማለት እዩ ወለማ ወረደ መድየና ወጀደ ዓለይሂ ኡመተን ምን ናስ ያ ብዙሕ ሰብ ረኪቡ ማለት እዩ የስቁና ማይ ዘስትዩ ወወጀደ ምን ዱንህም ኣብ መንጎኦም ከዓኒ እንታይ ረኪቡ እምራአተይን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተዝውዳን ያዕኒ ርሕቅ ርሕቅ ይብላ ማለት እየን። ድሓሪኦ ክሓይ ሓቲትዎን ቃለ ማ ኸጥቡኩማ እንታይ ዳ ኢኽን ኮንክን እንታይ ዳ ኢኹን ሽግርክን ኢሉ ሓቲትዎን ማለት እዩ። ቃለታ ክልቲአ እንታይ ደን መሊሰና ላ ነስቂ ሓታ ዩስድራ ረዓኡ ወኣቡና ሸይኹን ከቢር ምስከምኡ ኢሉ ምስ ሓተተን ማለት እዩ። ንሕና ሲ ንፅበ ኣለና ንሳቶም ኩሎም ምስ ወድኡ ክነስቲ ናህና ባጊዕ ከዓ ኣቦና ድማ ዓብዪ ሰብኣ እዩ ያዕኒ ኣረጊት ሰብኣይ ሸይክ ማለት ዓብዪ ሰብኣይ ዕድሚኡ ማለት እዩ። ንሱ ስለ ዝኾና ኢና ከምኡ ፅግዕግዕ ንብል ዘለና ኢሉ ንኦ ያዕኒ ከመይ ኢለን ከም ተዛረቦ ከዓኒ ይገልፅ ማለት እዩ። ጠብዓ ከምዚ ምስ በልኦ እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም? እዚ ከዓኒ ያዕኒ የርእካ ያዕኒ ስብሓንላህ ሓደ ሙእሚን እቲ ስፋት ልሙእሚን ሓደ ካብቲ ስፋቱ ያዕኒ ጀንትል ምዃኑ ሰብኣይ ምዃኑ ጎበዝ ምዃኑ ከሪም ምዃኑ እንታይ ገይሩ የርእየና ማለት እዩ። ንሱ ከክንደአን ከይዱ ማለት እዩ ከምኡ ኢለን ምስ ገለፃሉ ማለት እዩ እንታይ ገይሩ ከክንደአን ከይዱ ናሃተን ኣባጊዕ ሒዙ ኣስትለን ማለት እዩ። እዚ ያዕኒ ብድልየቱ ንሳተን ኣይኮናን ሓቲትንኦ ሓግዘና ኢለን ግን ባዕሉ ተጠዊዑ ማለት እዩ ያዕኒ ከረም ሚኑ ባዕሉ ንዕነ በለሃብ ንክሕግዘክን ኢሉ ከይዱ ምስቶም ተፀቃቂጡ ኣስትለን ማለት እዩ። ثመ ተወላ ኢለ ዝል ድሕሪኡ ምንም ኣይበለን ገለ ይበለን ኣይተንከፈን ኣይለኸፈን ስብሓንላህ። እቲ ሓገዝ ንኣኑ ሊላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝገበሮ ሓጊዝዎን ናብ ፅላል ከይዱ ኮፍ ኢሉ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ነገር ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ። ስብሓንላህ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስላማይ ሓዊኻ ያዕኒ ሙእምን ብደፍዎ ሞ ኣስላማይ ሙእምን ያዕኒ እቲ ሓዊኻ ብሸርዕ ሓዊኻ ሸርዓን ያዕኒ ወድቦኻ ወድዴኻ ከማ ንጓል ኣንስተይቲ እንታይ ዓይነት ሓገዝ የቕርበላ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ እስላም ሕካያታት ክትሰምዕ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ። ውፈርድ እንዳኸውነ ከማነይ
مش دن تطوع فرد دا خونا خلو يعني من يبزق انا زينة حفتوسي انت هاي لك زي حقاز انت اخي قبر لكي انت هاي كنت حبابة لكي ولا اكو حاجة زيد لي اخي ماني يعني من باب يعني السؤال من باب الكرم معناته حنت تقول نستيتي ابو خلو خلو ابو دقافة يخونا مالتيو دحر طعي ابو خوينو دقافي ولادو دحر كوينو مالتيو ابو ان دحر مويتو دما حواتان دحر اليوم حاون دحر اللي واخا السخاء الدقافة يكونوا يقبقى لكن إلا من رحم الله بربوزة حيتسمعني خبز وانزي مخناتو بعلا نفسها تخال عينتي يوم يوزدو ولا نفسها تخال لا إن كان نفسها زي كألت ولا نفسها تخال كمان قال نستيت دسي بلا كابتم نهاتا محارم زخونو أحواتا دك أحواتا دك حفتا أسوت دك زيهم سوت زبهالو جنتلات سوت ندحر كوينهم ولا كوا تزيد لي حاجز زحتو كهونو خلو سبحان الله يعني الدنيا بخير تبل لكن ابزوان زي سبحان الله مش دوني إيه مؤمن حو خار خيبوك حق زكا تقندنا هاتك خمانة حق فما بالو كمؤمن أما قد زرخ بكا كم زي نابنت قلت تسكي ما خد كيد كلا أسلم حوا اسكخ حق زكي حتت أي حتتن أولا تحاتيتو خماني يعني نلقافة خوني أبزقن لله تعالى حق زوان دحريو أبزات تلال كيدو مالت يعني أبزب قبز موقف زسي ميت شحنا غير كنا مهارنا خلينا نحسب كلنا كمي تقول نستيتي ناي نهاتا ون كنقلت إنا كمي غير نساتن كم زتزاربو أو كمي غير كم السخ أني كمي غير بعلو يعني تطوعا يعني منم زي قدودو ولا حق زنا خيبه لقو حق زوان مالتي دحريو تقع حيزو خفيلو مالتي إزي طبايات إزي أفتي هوتنا كمسلم كمؤمنين بتعمي خزوتري قبوا لأنه المؤمن يفعل لله سبحانه وتعالى ني لله أجره كابرب بس لتسبه نمان نمزر خوه بالذات وان استيت خاني ضعيف سلا زخونت ضعيف مخلوق غيروا بتفعل علي نجر ضعيف مخلوق غيروا وبتفعل علي نجر كأقوية غيروا ضعيف زخونا زقبرا نجرات جن ناي تفطر وخون سلا زخيل وكل جيزة خاني ولا نمورا المهاب كمان يحق سايب من تاي حدا سلامي حوا حدا مؤمن حوا بتي ببو أبدي أحوات بدم حونا تلوا ولادك أحوات خوينهم ولادك حفتات خوينهم دك تبعتيو زبولو أفتح برتسب أفتي فاميلي ندك أنستيو من تحق زالوخ ندي لو رب زهابهم كأخوم زقوبر سبحان الله أرملا زخونات تفاتحت كيدهم يردوا بتي بما يرضي الله طبعا خلوا زي بلو حاجة تلوا يحجزوها قال أنا قرد قافت اللوا يدقفوها ني لله لهم أب حدا حبرة تسوقو تزيد دقفكو إتي شجر زلو أخات دقفو مباري إتي قوان ستيتي سب أي زلو أنا أخيكو أكون كانت دقفا لكن بزو حق زي نريو أبتي حبرة تسباتنا لومي أسلام حبرة تسبنا أن تدعيف زي كون زي حقز نتي قوي إزي حقز نتي بعال جنزب نتي دقاف زلو يعني بخول تدقاقف عندها اللو ما نمسب كويدوخ عندنا زيادة دقاف كقربو اللي دلين من تاي مسالح سلزخوني لمصالح سلا زخونه بمصالح علاقات سلا زخونه يقوم يقبر لكن لله زقبر جن ابدا اي تبين يخبسب الا خب الله سبحانه وتعالى اجر خقبر له مالتي سلازي تتقعو انتاي له مالتي مخنياتو تتقعو ابزا صلال مالتي جلس تحت الشجره واخذ يدعو دعاء قبر جميرو مالتي فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير يعني دعاء غير مالتي انت ربي من لن يعني انا سي فقير يا بسخه خير بع الخور دلينبر انت خبر كوين انا يلو مالتي انا محتاج نعمتك نات كان نعماسي ازد ليني بع الخ نعمه اورد لي يعني حسبه وز كل من قد مصيوخ اندي ما علت وسيد له مالتي روى ابن عباس رضي الله عنهما انه كان قد وصل مديا وقد ذهبت يعني ام مديا كبصح خلصي اتنا اجرو قربتو ت ت ت باتات اسونيرو يعني ت تنقيلو مالتي لجيسو مشى حافيا مهناتو ترى اجروز كل من قد خيدو نا جد ندم تفتفلو تقليطو قربتو تقليطو لانه تحواي كلوني تتابيسو مالتي من قد كل من قد يعني مسوخ اي ترسعو اشخ كل خلي امن كل خلي قال خقاطمو انس الساحه سخا كل خلي كبل عي خل مزح نقر يعني اب صحراء تخيلوا نساعة من قد ترايك تكيد مش دون ما علتتات نساعة كمان تكيد كما يتخون مالتي
وقد التصق بطنه بظهره. تأميت سلا نبرو كبدون حقون تطابق مالتي من شدة الجوع، وخرج يعني اتورق زبل عز نبره ورقتنا يقوم زبل عز نبره خاني تقوصل زبل عز نبره مالتي وتشو خاب افو كل افو قتل يا خوينو مالتي. جوع شديد وأذى شديد لم يكن يقبل أن يسأل أحد، ما نمك حتت أيدلين عزة نفس اللو يعني كرامه اللو أيدلين ما نمك حتت ولا نؤذ اللوز كل حزب ده اللو نحنا تنخون على طول تقاينا ردونا ردونا نبل طبعا ما يستين مقبت لكم هابون تأمية مويتة وقلم بلنا نيرنا نسجن إذا خلو عيد لين إذا خلو خلق عندها لو أمة يعني مالت أمة سي خلقي نيرو مالتي بزح سبيو أكيد خير إن يسب أي مساء أنت زحتت جن عيد لين كرامة وعزة نفس تسمعوه بجا كان ربي بعلخ أن عمل ليلو مالتي دحريو كوفي لو مالتيو إذا دو عزي أجيرو دحريو أي عيد لين خلق حتت دحريو سمعت حنت خبأة سمعت إحدى البنات دعاءه لله عز وجل دحريو ما سمعته مالتي نصح حد إن سمعته إني لما أنزلت إلي من خير فقير لدعاء مسجبرة. فلما رجعت إلى أبيهما أخبرته بالخبر فرجعت إلى موسى عليه السلام دحريو نبأ خيدا نجيراته مالتها لما عندكو كم زقات إمنا أبز ما يزخدنا يوم ما يكنا ستيلنا خيدنا هذا خير الناس أو أي رخيبنا كم زيلو خمزيلو حجزنا إلى لمن نجيرون أو نشعيب عليه السلام نجيرون أو مالتين شعيب عليه السلام كأن إيد طبعا كم زبلنا يو عبي سبقا إنيرو إزي ناي دقو كلتا دقو زن كلتا دقو نشتيا دقو مسيان مس نقرو أو مالتين السوخ أن إي ما نمسب حتى تايدلين إلو مس نقرو شعيب عليه السلام نحادي إن كابتن أقوالاتو كابتن دقو خلتي إن مالتيو يلقخا ناموسى تمليسو يلقخا مالإختي مسؤول يلقخا مالتيو التي مال أختين تاي كم زخونا خاء أبتت مت كفال كن قد صلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.